طيب هقول لك حاجه، هو حركه البيبي السيده بتحسها في وقت يعني كويس جدا، في نص في الثلث الثاني من الحمل، هو من الشهر الخامس لغايه الشهر السابع، لان الوقت ده بيبقى البيبي حركته كويسه، هو لسه حجمه بيبقى صغير لكن جواه سائل، حواليه سائل كفايه قوي بيديله حريه الحركه، فبيتشقلب ويتحرك. من الشهر السابع والثامن زي ما هيجي في المرحله دي، حركه البيبي بالرغم ان حجمه كبر ما بتبقاش قويه جدا زي الفتره اللي قبل كده، يعني تبقى حركات صغيره، مثلا دراع يتفرد ويتني، رجله يفردها ويتنيها، حركه للرقبه او للراس. فلو حضرتك مش منتبهه لها جدا ممكن فعلا تعدي عليكي. النصيحه انه بتراقبيها في الفتره اللي بعد الاكل، يعني مثلا بعد الفطار او الغداء او العشاء، تبقي حضرتك واخده سائل فيه مثلا عسل نحل او متحلي فيه سكريات نسبه كويسه، وتستني الساعه اللي بعد الاكل دي، بيبقى ده الوقت اللي الجلوكوز او السكر بيروح للبيبي بطريقه كويسه وبيخليه يبقى نشيط، فتقدري تلاحظي الحركه حتى لو هي صغيره، وتعديها كمان، يعني تعديها بعد الفطار لو حدث 3 مرات 4 مرات، وبعدين بعد الغداء نفس العدد، والعشاء على 3 فترات، وتجمعيهم لو اتحرك 10 حركات دي بالنسبه لنا علامه كويسه جدا في اخر 3 شهور. الفتره المتوسطه بيبقى الحركه اكتر، بيبي ممكن يتحرك ب 20 مره مثلا او لغايه 60 مره كمان، لان حركته بتبقى سريعه وممكن يتشقلب بالكامل جوه الرحم. في الشهر الثامن زي ما حضرتك بتقولي والتاسع، المفروض الحركه بتبقى عددا اقل وقوه مش جامده جدا زي الاول، لان هو ما عندوش خلاص مكان يتحرك فيه، فيا ريت تلاحظيها في الاوقات اللي قلنا عليها. وطالما الدكتور بيطمنك ان الحمد لله حجمه بينمو كويس والحركه بتاعته زي ما هو شايفها على الالترا ساوند كويسه، دي علامه كويسه، بس برضه بنحب ان حضرتك تبقي منتبهه ليها وتتابعيها، ولو حسيتي باي تغير فيها تنبهي الطبيب بتاعك، او لو مش قادره تحسيها جدا، يعني ممكن يكون جدار البطن سميك شويه او السائل اللي حوالين البيبي كتير شويه، يبقى تابعي مع الطبيب بتاع حضرتك كل اسبوع عشان يطمنك على انه دورته كويسه وحركته كويسه، وتبقى كلمته هي اللي تعتمدي عليها يعني.